الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، جزا الإخوة على ما قدموا وأفادوا. فأريد اليوم أن أتكلم في مسألة قد لبس فيها كثير من الناس، بل وجعل الصوفية عمدة في تضليل خلق الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين في البلد، هذه البلاد زي البري والصائم ديما والمكاشفي، وأيضا من جماعة الإخوان المسلمين عبد الحي يوسف وكذا أنصار السنة، بنجيك إن شاء الله في التفصيل واحد واحد. فقضية علم الغيب، تجد كثير من الصوفية يدعون علم الغيب، يقول لك أن الشيخ يعلم الغيب، غيب الله سبحانه وتعالى. انت عارف الحلقة دي بعد ما تنتهي في كم واحد صعلوك بيجي هنا يقعد يلبس على الناس، وفي ناس مساكين بعد ما يسمعوا الحق بيجي يسمع الضلال. فانت مجرد ما عرفت الحق مفروض تمشي، ما تقعد تسمع لناس مضلين، لانه الانسان ده لو كان عنده حق مفروض يجي يقوله في الحلقة هنا ويجي يبينه للناس. ما تجي بعد ما الناس الرجال يمشوا تقعد توسوس زي النساوين. انت لو راجل تعال هنا، يجيك من ورق. اسف، واحد قليل الادب قبل شوية بجاي شابكم ده الوهابية وده ما عارف شنو يهود، تعال خش هنا، مش يهود تعال خش عشان نوريك اليهود كيف. ما تقعد تلبس بغادي وتخرب في الحلقة، تعال راجل اخش، ده ما محل الرجال هنا، تتكلم قدام الناس عشان نكشفك. فابتداء بالبري الذي ضل كثير من السودانيين والمصريين وغيرهم، يقول لك ان شيخه بيعلم الغيب، يقول لك منهم خافي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، وزال مجرم وسخ. البرعي وسخ، هسه في ناس يقولوا يقول لك ما تقول وسخ، والله وسخ دي بسيطه، مشرك، لان المشرك اقعد من الوسخ. كويس، يجيك واحد يلبس لك يقول لك يا اخي الغيب جزي، يقول لك يعني مثلا انا عندي قروش في جيبي، انا عارف عددك كم وانت ما عارفه كم. لا البرعي ما قصد، قال منهم خافي الحال، منهم مجاهر، منهم عالم بالغيب باطن وظاهر. الغيب الباطن والظاهر معروف، ده الغيب المطلق. وتاني يجيك الوسخ بتاع الحنة، ذكروا لك اخونا قبل شوية واد خايب وجابوا خليفته اخيا منه وما عارف بناتهم يكونوا كيف. اذا كان واحد خايب زي ده ماسك له طريقة، وفلان تابعه وفلان تابعه وتاني واحد تابع، خيابة كلها سي. جاب الميكروفون قال يا اخي انا ما بعلم الغيب، البكره بيحصل شنو انا ما عارف، الكلام ده في اليوتيوب موجود. قال لكن شيخي بيعرف. يا اخي لما مشى الامارات، طبعا عندك هناك ما بيعرفوا ليك ابويا الشيخ والفكي، بيعرفوا يا اصحابي قروشهم والتوحيد هناك ما شافوا، كبسوا لك جوا لما نعرف هاي. كويس، شوف كبسوا هناك هنا زادوا استفادوا. انت قال لنا قبضهم ليه؟ ما لقوا هناك شغلته ما ماشى، قال انه بينفخ شكله الكمبوزر بتاعه ما ملان هوا زي الناس. كويس، جايب هناك فكه، ثاني يوم هنا قبضوا طوالي، كرتنوا ليك وكرتنوا المسجد بتاعه، وشاف الحمد لله الناس فيه ما تتوحد. فيدعوا لك ويقول لك الشيخ بعلم الغيب، طبعا انت ملبس لك باثار صحيحه. يجيبوا لك قصه عمر بن الخطاب على المنبر، يقول لك قال يا سارية الجبل الجبل، يا صوفي انت شنو عرفك بسارية؟ شوف لك فتة ولا شوف لك مايوبة ولا كرعين ابوك الشيخ عصرة، انت عرفك شنو بالاثر؟ انت لو بتفهم اثر البرع عندك فيك مقلب، لو بتعرف احاديث الصائم ديما ولا الصالوك بتاع بيت المال تبدك فيك مقلب. ما كمان زمان كان المشكلة اتحلت، تقال المشكلة مع الصوفية شنو؟ لانهم واحد بيضرب المهيوبة بيلغي مخه مرة، هذا بيبقى بلد بتابع الشيخ ساي.
فلا سر فيه تمومة باقي. قال الصحابة انكروا عليه، قال لي أوحي بعض رسول الله؟ تقال الصحابة دل بمشوا الشغل ساي، تقال لهم زي حيران البراي دل عارفين ولا زي صالقة أنصار السنة حسن الهواري في الكلام وهم جدي مش معه. لا لا دل يا زول بأي حاجة بنخشى لك طالي. قال لي أوحي بعض رسول الله؟ قال لي يعني أنت بتعلم الغيب؟ قال إنما هي كلمة أجراها الله على لسانه. زول رجل صالح دي اسمه كرامة، طبعا دل ما عارفين كرامة، والكرامة البليلة اللي بياكلوها دي كرامة من الله كويس، دي كرامة من أولياء الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أصل برعي ده مؤمن والله ما مؤمن تغي يا أخي، زول بقول لك بهبش في النساوين إن ألفيت فيهم منكرا في قولهم أو فعلهم. قال شنو؟ فأول بخير في خيمة أول ومترجم. زول لا لام في إيمان لا لام في تغوى يا أخي. البرعي يجيب في في كثير من المسائل العقدية يخربها يا أخي. الليلة يا أخي الدعاء أي زول يعرف أن الدعاء لله وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا قال برعي قال شنو في 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 الآية؟ قال شنو؟ بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، بنادي زيادي جملة وفرادي بتاع حسن وحسونة في تسجيل مش اللي حسن وحسونة شال الفاتح. قال يا حسن وحسونة قال لدى الناس وحي سنتك، ما سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الصوفي بحبه الرسول كذب كويس. قال آتي كل سؤل كان كل سائل سؤله، ده الصوفية شرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. ما يغشك ما يغشك صوفي ضارب محيوه. الله سبحانه وتعالى قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا أخي الله سبحانه وتعالى سمى الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى، يسمي الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى ويدعو غير الله كافر. الله سبحانه وتعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ده ما قرآن، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقصى عليك يقول لك يا أخي ادعوني بتاع الخدمية، الخدمية ده قال من على البيت، واحد عيونه زي الصيني يقول لك من على البيت كويس. قال شنو هناك؟ قال إن كنت في هم وغم، أسألك الله في هم أكثر من الصوفية؟ قال إن كنت في هم وغم فقم وانده وقل يا حسن آتيك بسرعة. أصل البلد فيها كم خدم يا أخي، يقولوا يا حسن خليه يظبط الحاصل ما بيعمل أي حاجة، ده السبب النكسة ذاته يا أخي. الآن أكثر ناس بينشروا القبة في البلد منه الصوفية، أكثر ناس بيبيعوا حجبات منه الصوفية، أكثر ناس بيدعوا غير الله منه، أكثر ناس عاملين نفسهم بالدجانة منه يا أخي. طيب ده كله خلاف شريعة الإسلام، تاني يقول لك شريعة أسيا تدين، يقول لك يا أخي الصوفية نشروا الإسلام، والله إلا يكون نشروا يا تدين نشروا يا أخي دين أبو جهل وأبو لهب ده دين الإسلام يا أخي. لو نشروا الإسلام وينه؟ والله لازم تقرأ القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس وتقرأ دين التصوف تلقى خلاف، ما عنده علاقة عادل بدين الإسلام. يجي يقول لك يا أخي ده اللي بيحب الرسول ده يأتوا الرسول. والله العظيم إحنا خلافنا مع الصوفية من لا إله إلا الله كويس إلى أي إلى إماطة الأذى عن الطريق، لأنه الصوفي ذاته أذى في الطريق، يضايقك في الشارع ويضايقك في الجامع، والله العظيم ذاته خسارة في أي حال. فالدين ده واضح جدا، لكن تباري لي ما عارف اللي زيرك السجم، واحد زي البعات جايبينه في الغنوات، والله زول حلقون بس ما عنده أي حاجة، والله زول ده ما عنده أي حاجة غير الإعلام بس يتفتح له، الله يفتح مخه ويفتح مخه اللي فتح له. زول بليد ما عنده أي حاجة، والله العظيم شبه زي الناس ما عنده، بس الإعلام فتح له يقول لك غير الله بيخلق وغير الله بيدي الجنة وغير الله بيدي هناي، إن شاء الله ربنا ينزل فيه طامة كده تاني ما يقوم كلكم. فالناس ده الأذى زي أذى أذى ما في أي حاجة، بس واحد فتح لهم إعلام. يا أخي الليلة للزول ده أخونا شيخ مزمل جزاه الله خير يوم الأرض يتحدى في القنوات، أبي يكضف في القنوات يقول لك أنا ما أعرف بتحدى الناس كذاب، تعال الحلقة هنا تعال هنا، زول جبان وما راجع.
والله لو راجل خان اللي يجي ما بي يجيك بس اول شيء اعمل له فتاش يلقى الناس مساكين وقاعد يبرطع. يا اخي مره عندنا واحد طالب في سنه سادس ابتدائي عشان تعرف العقيده دي قويه كيف، بس ناقشنا ادله العلو ده يجيك بعد صلاه الصبح يقول له والله عند خاله تجاني خاله التاني قال لنا والله الولد ده بس ناقش اخوه ده بادله الاستواء امنتم من في السماء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والله قال خاله ده خشمه قد يفتح عشان تعرف قوه العقيده دي كيف. يا عشان كده الانسان لما يتعلم العقيده ويتكلم بكل قوه الله بينصر، يجيك اللي زيرك وما عارف حامر وثاني مع السجم فكلهم تدب وفارق ساكت. فظاهر انه الشيخ ابو بكر قد وجد، وانا اكتفي بهذا القدر واقدم الشيخ ليتحدث، وصلى اللهم وسلم وبارك.